الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين آمين آمين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: تنبيه: القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، يعني أن تقرأ أنت الكتاب من الكتاب والشيخ يسمع، فأنت بذلك تكون قرأت على الشيخ. هذه أحد وجوه التحمل، أي أخذ الحديث والرواية عن الشيخ. وطبعا في عدة وجوه للتحمل هيذكرها الحافظ طباعا، وسنتكلم عنها بالتفصيل إن شاء الله. فالقراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور، وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق. فبعض أهل العراق يقولون أن القراءة على الشيخ ليست من وجوه التحمل، وهذا يعني مردود عليه وغير صحيح. وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، زي مثل ما ذكرت لكم في اللقاء السابق أن الإمام مالك كان ينكر على هذا، وحتى أنه طرد بعض تلاميذه من المجلس بسبب ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ. بعض العلماء زي الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى كان يرجح القراءة على الشيخ، يعني الطالب يقرأ على الشيخ، يرجحها على السماع من الشيخ، إن الشيخ يجلس وهو الذي يروي الحديث ويقرأه. فهو يعني في مذهبين أو في طريقتين للتحمل: الأول إن الطالب هو الذي يقرأ، والثاني أن الشيخ هو الذي يقرأ. ورجح جمهور العلماء أفضلية أن يقرأ الشيخ على أن يقرأ الطالب، لكن يقول الحافظ بعضهم بالغ فرجحها على السماع من لفظ الشيخ، يعني رجح القراءة على الشيخ على السماع من لفظ الشيخ، وقلنا ده مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وذهب جمع منهم البخاري، يعني جمع كثير منهم البخاري، وحكاه في أول صحيحه عن جماعة من الأئمة اللي قالوا الإمام البخاري ده، قالوا في كتاب العلم، ذكر ذلك في كتاب العلم. وكان يقول: سمعت أبا عاصم يقول: سمعت سفيان ومالك، أو عن مالك وسفيان، أن القراءة على العالم والسماع منه سواء. قراءة على العالم أو قراءة العالم نفسه، الاثنين زي بعض. ده رواه الإمام البخاري في صحيحه عن مالك وعن سفيان. وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة، هو مالك وسفيان يعني، إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء. طبعا هنا الشيخ كان ينبغي أن يقدم كما قال العلماء
كان ينبغي أن يقول أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه سواء، يعني في الصحة والقوة، يقدم سواء ولا يؤخر. والله أعلم. والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين بمعنى الإخبار، يعني أنبأنا مثل أخبارنا من ناحية اللغة، وفي اصطلاح المتقدمين اللي هم الأوائل الأئمة الأوائل، إن أنبأنا مثل أخبارنا، إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة. في عرف المتأخرين بقى قال لك لا، دي أخبارنا دي للإجازة فقط، أو أنبأنا وأخبارنا دي للإجازة. كعن كذلك في اصطلاح المتأخرين، عن برضو للإجازة، لأنها في عرف، أي عن يعني في عرف المتأخرين للإجازة. وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة. طبعا احنا اتكلمنا على الموضوع ده قبل ذلك، وقلنا ان مذهب الإمام مسلم اعتبار عن، وأنها في حكم المتصل إذا كان الراوي قد عاصر شيخه ويمكن أن يلقاه. لكن الإمام البخاري والإمام علي بن المديني وغيره قال لك لا، عن لو هيقول عن لازم يكون ثبت لقاؤه به، لا يكتفي بمجرد المعاصرة إن هما الاثنين في عصر واحد، لا لا يكفي عند الإمام البخاري وغيره، وهو ده اللي مشي عليه في الصحيح، إنه لابد أن يثبت اللقاء حتى ولو مرة. لكن لم يثبت اللقاء والاثنين في عصر واحد وفي بلد واحدة ويجي الراوي ده يقول عن، لا الإمام البخاري لا يقبلها. فعنعنة المعاصر محمولة على السماع. يبقى هنا الحافظ ابن حجر بيؤيد كلام مين؟ الإمام مسلم. بخلاف غير المعاصر فإنها تكون مرسلة أو منقطعة. فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من المدلس، فإنها ليست محمولة على السماع، إلا بقى لو واحد مدلس ومشهور عنه التدليس وبيقول عن فلان، فأنت تشك في هذه الرواية، لأنه يحتمل أن يكون قد دلس ولم يرى شيخه، لأنه هو مشهور عنه التدليس، ممكن يكون سمع منه وممكن ما يكون ما سمعش منه. ففي الحالة ديت بنطرح هذه الرواية. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي، عنه ولو مرة واحدة. وقلنا أن ده زي مذهب البخاري، ليحصل الأمن من باقي معنعنه عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. وده الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، يعني أن يشافه الشيخ التلميذ بالإجازة، يقول له أجزتك،
وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، أن يكتب له بتلك الإجازة، يقول له أجزتك برواية مروياتي أو برواية مثلا صحيح البخاري أو شيء من هذا القبيل. وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين، المتأخرين اللي هم بعد 500 من الهجرة النبوية، والمتقدمين هم من قبل 500. واضح؟ وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين، فإنهم إنما يطلقونها فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب، سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. الشيخ دلوقتي كتب جملة من الأحاديث وأعطاها للطالب أو الراوي عنه، فهل ده يعد إجازة ولا لا؟ بعضهم قال هذا يعد إجازة، وإلا لما يعطيه هذا الكتاب أو هذه الجملة من الأحاديث؟ وبعضهم قال لا، لابد مع إعطائه هذا أن يأذن له بالرواية، فيعطيه الكتاب ويقول له قد أذنت لك برواية هذه الأحاديث عني. فبعضهم اكتفى بمجرد الإعطاء، وبعضهم لم يكتفي إلا بالإذن، أو مع الإعطاء بالإذن أن يأذن له في هذه الرواية. المشافة لا إشكال، المشافة كلامنا في لفظ المشافة نصور في الإسلام، وأطلق المشافة في الإجازة المتلفظ تلفظ بها تجاوزا. نعم، المشافة، المشافهة أن إيه؟ يقول أن يقول الشيخ للطالب قد أجزتك بمجرد إيه؟ بالنطق بالكلام فقط من غير كتابة، أو من غير أن يعطي له أحاديث ليرويها عنه، ويقول له قد أجزتك. فالحافظ بيقول وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا، يعني اعتبروا هذه إجازة تجوزا. الحقيقة أن يكتب له هذا كتابة، أو يعطيه الكتاب ويقول له قد أذنت لك بالرواية، لكن مجرد الكلام فقط من غير أن يعطيه شيئا أو يقرأ الطالب عليه أو هو يسمعه الأحاديث، هذا أطلق عليه إجازة تجوزا، ولكنه في الحقيقة ليس بإجازة. وضحت النقطة دي؟ واشترطوا في صحة الرواية بالمناولة اقترانها بالإذن بالرواية. يبقى كذلك احنا تكلمنا على ايه؟ على المكاتبة انه الشيخ يكتب له بالإجازة، او اذا اعطاه كتابا او احاديث يأذن له بالرواية. كذلك في المناولة، وحيقول ايه معنى المناولة دلوقتي، وهي إذا حصل هذا الشرط، هذا الشرط اللي هو إيه؟ الإذن بالرواية، أرفع أنواع الإجازة، يعني أفضلها،
لما فيها من التعيين والتشخيص. التعيين والتشخيص يعني إيه؟ هو الشيخ يعين شخصا معينا ويعين له أحاديث معينة. يبقى الشيخ عين الايه الراوي وعين المروي، عين الراوي وعين المروي، أي حدده. أقول لك اروي عني صحيح البخاري، يبقى أنا عينت شخص وعينت المروي أيضا وهو ايه صحيح البخاري. فبيقول الحافظ هذه أرفع أنواع الإجازة إذا إيه حصل شرط الإذن بالرواية، لما فيها من التعيين والتشخيص. حتى إن جماعة منهم الإمام مالك جعلها بمنزلة السماع أيضا، جعل هذا بمنزلة السماع كأنه سمع من الشيخ. وبعض العلماء زي ابن الأثير كده في مقدمة جامع الأصول قال إن ده أفضل من السماع، لأن الثقة بكتاب الشيخ أفضل من سماع اللفظ منه. ليه؟ قال لك لأنه ربما هو بيحدث ينسى أو يخطئ، لكن في الكتابة يعني بيبقى الخطأ والنسيان أقل من الايه من الحديث مشافهة، وإنه يحدث الطلبة من حفظه. فابن الأثير في جامع الأصول قال لك إن ده مقدم حتى على السماع، إن هو الشيخ يعطي الكتاب للطالب ويأذن له برواياته. وصورتها اللي هي إبقى المناولة، أن يدفع الشيخ أصله، الأصل اللي هو سمع به من شيخه، أو ما قام مقامه للطالب، الأصل اللي عنده، أو إن هو يكتب بإيده يعطيه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ. الطالب هو اللي يحضر الأصل للشيخ ويقول له في الصورتين سواء هذه أو هذه: هذه روايتي عن فلان. الشيخ بقى هيقول له: هذه روايتي عن فلان، فروها عني أو فروه عني. دي اللي بيسموها إيه؟ المناولة. جاية من إيه؟ إن هو المناولة إنه إنسان يعطي إنسان شيء بيناوله. فالشيخ ناول التلميذ الكتاب وقال له اروي ما في هذا الكتاب عنه، فلذلك سموها المناولة. ولكن لها شروط. هذا الشرط وشرطه أيضا أن يمكنه منه، إما بالتمليك وإما بالعارية. إن هو يقول له خذ الكتاب ده، خلاص ده ملكك، أصبح ملكك، أصبح ملكك، فروي ما في هذا الكتاب عني، بارك الله فيك. أو إن هو يعيره إياه، يدله على سبيل الاستعارة، فالتلميذ يروح ينقل ما في هذا الكتاب ويرجعه للشيخ مرة أخرى. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه. يجي بقى إيه بعد ما ينقل منه، يجي يقابله على الشيخ يقول له أنا كتبته الأحاديث اللي أنت قلت لي عليها، أو اللي أنت ملتاني، أو اللي أنت اديتاني في كتاب، وإيه ويعرضها عليه.
فالشيخ إما يبص فيها أو هو يقرأها على الشيخ مرة أخرى ويقابل عليه. وإلا إن ناوله واسترد في الحال، يعني اداله الكتاب وبعدين راح واخده منه على طول، فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة. يبقى ما فيش فرق بينها وبين إن هما ما يدولوش حاجة بس يقول له إيه أنا أجازتك، لأنه خد الكتاب وإيه اداله الكتاب وخده منه إيه بسرعة. فيبقى إيه الميزة في كده؟ لا ميزة في ذلك. فالحفظ بقى إيه بيقوله؟ فلا يتبين لهذا لها زيادة مزية على الإجازة المعينة. وحيشرح بقى إيه الإجازة المعينة دي، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين كالبخاري أو مسلم ونحو ذلك، ويعين له كيفية روايته له. يقول له أنا خدت أو رويت البخاري عن مين، وممكن يقرأ عليه فيعين كيفية الرواية لهذا الكتاب. وإذا خالت المناولة عن الإذن، يعني هو ناوله الكتاب الذي فيه أحاديثه ولكن ما لم يأذن له في أن يرويها عنه، مجرد بس أعطاه له فقط، فالحافظ بيقول لم يعتبر بها عند الجمهور، يبقى هذه لا تصلح إجازة عند الجمهور لأنه لم يأذن له. فإن لم يتلفظ شيخ بقومه أجزتك عنه، ولكن لم قال يعني علم الناس هذا الكتاب، هل هذا يعني في مقام الإجازة؟ أعطاه كتابا فقال علم هذا الكتاب للناس، هذا يعتبر إذنا بالرواية. لكن هو الحافظ هنا بيقول ايه؟ ناوله الكتاب ولم يتكلم. فالجمهور ان هذا غير مجاز، وان الطالب لا يصلح له ان يروي هذه الاحاديث عن الشيخ لان الشيخ لم ياذن له. وجنح من اعتبرها، يعني اعتبر دي اجازه فعلا، ودول معظم الأصوليين زي الإمام الفخر الرازي وغيره، اعتبرها أي اعتبرها إجازة، يعني إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. يعني هو لماذا أعطى له هذا الكتاب؟ لم يعطه له إلا ليرويه عنه، زي ما يكون أرسل هذا الكتاب من بلد إلى بلد إلى تلميذه، هيرسله ليه؟ لكي يرويه عنه. فالأصوليين قالوا لا، دي تعتبر إجازة، لكن المحدثين على أو جمهور المحدثين على عدم اعتبارها إجازة. الإمام الزركشي بقى فصل في المسألة دي كده تفصيل كويس، وقال طيب إذا كان التلميذ هو اللي سأل الشيخ قال له ناولني هذا الكتاب لأرويه عنك، فالشيخ راح مدهوله وما اتكلمش، لم يتكلم، فالإمام الزركشي قال هذه تعتبر إجازة، لأن الشيخ لأن الطالب سأل الشيخ والشيخ راح مديله الكتاب، فيبقى دي إيه؟ كأن الشيخ قد أذن له ووافق على طلبه وسؤاله، وإلا فلا، يبقى لو ما ادالوش الكتاب خلاص يبقى ما إيه، هو كده لم يأذن له. ف
فالإمام الزركشي اعتبر هذا أيضا من قبيل المناولة. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة، المجردة يعني المجردة عن المناولة. الكتابة بالإجازة، إيه؟ الإجازة بالكتابة، المراد بالرواية بالكتابة، يعني الشيخ كتب فلان أني أجلسك، هذا هو المراد. أن يكتب له ويقول له قد أجزت لك بالرواية. فهنا الشيخ ما شافش التلميذ لكي يناوله بيده، بل كتب إليه ويقول له قد أجزت لك ما كتبته لك. يعني هو يكتب له أحاديث ويرسلها إليه ويقول له قد أجزت لك ما كتبته لك. يبقى ذهب إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة، أي المجردة عن المناولة، جماعة من الأئمة مثل أيوب السختياني والليث بن سعد وغيرهما. ولو لم يقرن ذلك بالإذن بالرواية، يعني إيه؟ هو أرسل له الكتاب ولكن لم يقل له قد أذنت لك بالرواية. فجماعة من الأئمة قالوا ولو لم يقرن ذلك بالإذن بالرواية، كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. قرينة اللي هو إن هو أرسل إليه الكتاب. طب هو أرسله ليه يعني؟ لماذا أرسله؟ لكي يرويه عنه. فالليث بن سعد وأيوب السختياني قالوا إيه؟ إلى صحة الرواية بالكتابة المجردة عن المناولة ولو لم يأذن الشيخ بالرواية. الحافظ بقى بيقول إيه؟ ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. يعني الحافظ بيخالف هؤلاء اللي بيقولوا إن الإجازة تصح لو أرسل الشيخ بكتابه إلى تلميذه حتى ولو لم يأذن له بالرواية. فالحافظ طب بيقول طب إيه الفرق بين ان هو حتى يعطيه له بيده وما اذنش له بالروايه، واحنا بنقول ان اذا الشيخ اعطاه لتلميذه ولم ياذن له يبقى هذا لا يعد اجازه. طيب وبين انه يرسله اليه بكتاب ولم ياذن ايضا له بالروايه، فالحافظ بيقول انا ما مش شايف فرق بين الاثنين، يبقى هذا مثل هذا، فلا تصح الرواية ولا تصح الإجازة هنا ولا هنا. يعني زي المراد بالكتابة هنا هو الكتابة مش كتابة الإجازة؟ لا، الكتابة يعني هو حيروي إيه؟ فالشيخ بيبعت له كتاب فيه جملة من الأحاديث الشيخ كتبها بإيده أو تلميذه كتبها والشيخ قاعد ومطلع وأقر هذه الكتابة. بعد ما كتب وخلص يقوم باعتها لتلميذه. تلميذه مش موجود، تلميذه في مكان آخر. فالأئمة بيقولوا إذا أرسلها إليه في مكان آخر يبقى هذا يعد إجازة، لأنه لما أرسلها إليه؟ الحافظ بقى بيقول لا، طب وإيه الفرق بين إن هو يرسلها إليه في مكان آخر أو يديها له وهو قاعد قدامه وهو جالس أمامه، إيه الفرق؟ الاثنين زي بعض، فإذا لم يأذن له بالرواية هنا ولم يأذن له بالرواية هنا فلا تصح الإجازة.
ولا يجوز له أن يروي عن شيخه ذلك أو تلك الأحاديث. يبقى الحافظ هنا ماشي على مذهب مين؟ الجمهور، اللي هما بيقولوا لازم الإذن، لابد أن يأذن الشيخ للطالب في الرواية سواء في المناولة أو المكاتبة. واضح هذا؟ وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة. يعني الحافظ دايما يشترط إيه؟ مثل الجمهور، جمهور العلماء، أن يقترن كل ذلك بإذن الشيخ. الشيخ لازم يأذن بالرواية. فهي إيه؟ ما هي الوجادة؟ وهي أن يجد بخط، يجد اللي هو مين؟ الراوي أو الطالب، أن يجد بخط يعرف أو يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان، يعني الطالب أو الراوي عثر على كتاب فيه جملة من الأحاديث مكتوبة بخط اليد ويعرف هذا الخط. هذا خط من؟ كأن مثلا يكون إيه؟ الحافظ ابن حجر، وجدنا كتاب ونحن نعرف خطه، وجدنا فيه جملة من الأحاديث، هل يصح أن أقول أو أن أروي هذه الأحاديث وأقول عن الحافظ ابن حجر؟ لا. طب أقول إيه؟ هيقوله فيقول وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك. يعني فاش يقول إيه أخبرني، لأنه ولا أخبر ولا شيء وما شافوش أصلا. ده هو غاية ما في الأمر، إنه وجد كتابا فيه عدد من الأحاديث بخط هذا الشيخ. فلا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك. ليه؟ لأنه كده هيبقى من باب إيه؟ المنقطع، حديث المنقطع، لأن هو ما شافش أو ما سمعش من الشيخ ده، لم يسمع منه ولم يقرأ عليه ولم يرسل الشيخ له بكتابه ولا شيء من هذا القبيل، هو بس وجد الكتاب. فإذا قال أخبرني أو عن، يبقى ده إيه؟ منقطع، صار هذا منقطعا. إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، إلا إذا كان هذا الشيخ قد أذن لذلك الطالب بالرواية عنه مطلقا. فوجد هذا الكتاب بخط شيخه وإن لم يسمعه منه، لكن الشيخ أذن له بالرواية عنه، فيجوز في هذه الحالة أن يقول أخبرني أو عن فلان. إلا إن كان له منه إذن بالرواية، بالرواية عنه. وأطلق قوم ذلك فغلطوا، يعني في بعض العلماء أو بعض الرواة جاز إيه أو أجاز لنفسه أن يقول بمجرد أن يجد كتابا بخط الشيخ أن يقول أخبرنا أو حتى حدثنا. فابن الصلاح بيقول يعني كان ينكر على هؤلاء أشد الإنكار، وكان ينكر على فاعل هذا كثيرا حافظ ابن الصلاح. وكذا الوصية بالكتاب، وهو أن يوصى أو يوصي عند موته
أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية. قال لك لأن دفعه له بهذه الكتب كأنه نوع من الإذن له بالرواية. يعني العلماء اللي أجازوا هذا قالوا ده يعني إن هو يوصي إليه بكتبه هي نوع من الإذن له بالرواية. واضح؟ الشيخ يجي مسافر فيجمع كتبه ويعطيها عند طالب من الطلبة من طلابه ويوصيه بهذه الكتب ولا يأذن له. فبعض الأئمة قالوا إن مجرد بس إن هو ائتمن على هذه الكتب ودفعها إليه ده يعتبر كنوع من الإذن بالرواية. وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة، زي برضو إيه الوجادة اللي قبلها. إذا كان هذا الراوي قد أذن له الشيخ بالرواية عنه فيجوز له أن يروي عن شيخه تلك الأصول التي دفعها وأوصى له بها. وده مذهب الجمهور ونقله الخطيب البغدادي عن كافة العلماء. وكذا اشترطوا الإذن بالرواية في الإعلام، وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان. يعني مثلا أنا أقول لكم مثلا إيه، أنا بروي الصحيح البخاري عن السيد الإمام الحافظ عبد الله بن الصديق فقط وأسكت، فهل ده يعتبر إذن لكم بالرواية عني عن السيد عبد الله بصحيح البخاري؟ قالوا لا، لابد أن أأذن لكم وأقول قد أنني أروي البخاري عن فلان وقد أذنت لكم بالرواية عنه. إن شاء الله. وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأني أروي الكتاب الفلاني عن فلان. برضو بعض المحدثين والفقهاء والأصوليين كابن جريج وابن الصباغ وغيرهم أجازوا الرواية بمجرد الإعلام من غير إذن بالرواية. جماعة من المحدثين والفقهاء والأصوليين. فإن كان له منه إجازة اعتبر، يعني طالب ده اللي الشيخ أعلمه إن هو بيروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإذا الطالب ده كان واخد إجازة من الشيخ يبقى إيه يكتفى بالإعلام من غير إيه حاجة إلى الإذن بالرواية، وإلا فلا عبرة بذلك. أنا دلوقتي أخبرتكم زي ما ذكرت في المثال أني أروي البخاري عن السيد عبد الله. الشيخ خير النظام أنا كنت قد أجزته مثلا.
فهو بمجرد هذه الإجازة، الإجازة بقى مش لازم بالبخاري، أنا قد أجزتك قبل ذلك بأن تروي عني، وجيت قلت لجماعة، الجماعة اللي قاعدين هؤلاء، إني أروي البخاري عن السيد عبد الله. فقالوا يبقى خير النظام هو الوحيد الذي يصلح له أن يروي عني البخاري عن السيد عبد الله. ليه؟ لأنه قد حصل على الإجازة قبل ذلك. هذا معنى فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك. كالإجازة العامة، يعني أي كعدم اعتبار الإجازة العامة في المجاز له، اللي هو التلميذ يعني، لا في المجاز به، اللي هو الكتاب أو الحديث. كأن يقول، وبقى بيشرح يعني إيه الإجازة العامة، أجزت لجميع المسلمين. الشيخ يقول أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلد الفلانية، وهو يعني وهو اللي هو إيه بقى؟ قال لك الضمير يعود على إيه؟ ها؟ أقرب مذكور، كويس تذاكر أنت، اللي هو إيه بقى؟ أو لأهل البلد الفلانية يعني وهو اللي هو لأهل البلد الفلانية أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار، يعني كلما كان الأمر محصورا كان أقرب إلى الصح، وكلما اتسع كان أبعد عن الصح. فيبقى مثلا لما يجي يقول ايه، أجزت لأولاد فلان أو لإخوات فلان وهم موجودين عايشين، يبقى ده برضو إيه؟ أقرب إلى الصحة من قوله لأهل البلد، لأن ولاد فلان أو إخوة فلان محصورين 5، 6، 4. فكلما كان الموضوع يعني أقل عددا كلما كان أقرب إلى الصحة. وكذا الإجازة للمجهول، كأن يكون مبهما. احنا قلنا المبهم اللي هو ايه؟ شوفوا مذاكرين ولا مش مذاكرين؟ ايوه، واحد لم نسميه، عن رجل، عن فلان، عن شيخ، ولا نسمي، لا نقول عن أحمد أو محمد، يبقى ده المبهم أو المهمل أو مهملا أو مهملا. المهمل اللي هو إيه؟ سمي ولم يتميز. ما نقول أحمد، وأحمد مين؟ زي ما قلنا البخاري مثلا لما يروي عن أحمد، هو أحمد بن عيسى ولا أحمد بن صالح؟ فبيقول لك وكذا الإجازة للمجهول، يبقى الإجازة للمجهول إيه؟ غير معتبرة. وكذا الإجازة للمعدوم، المعدوم اللي هو إيه؟ إنسان مش موجود. كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، وده يعني ايه، احنا بنشوفه من بعض الطلبة كده، يروح للشيخ يقول له ايه، يعني يطلب منه الإجازة فيقول له أجزني وأجز أولادي ولمن سيولد لي. يعني رأيناها كثيرا من طلبة العلم يعني. كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان،
فهذا ايه غير معتبر. وقد قيل إن عطفه على موجود صح. واللي قال كده مين؟ أبو بكر بن أبي داود السجستاني والحافظ ابن منده، قال إن عطفه على موجود صح. يعني إيه بقى إن عطفه على موجود صح؟ كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، فهو عطف لمن سيولد لك على إجازته له، وهذا هو يعني الطالب أو الراوي موجود، فقال إن عطفه على موجود صح. يعني أقول لك إيه، أجزتك وأجزت من سيولد لك. ده أبو بكر بن أبي داود السجستاني والحافظ بن مندة قالوا إيه في هذه الحالة تصلح الإجازة. والأقرب عدم الصحة أيضا، الأقرب الحافظ بيقول إيه، الأقرب عدم الصحة. الإمام النووي قال عكس الكلام ده، قال الأقرب الجواز. الإمام النووي رحمه الله قال إيه، الأقرب الجواز. وكذلك يعني إيه، أي لا تعتبر أيضا الإجازة لموجود أو معدوم، سواء موجود أو معدوم، علقت بشرط مشيئة الغير. يعني ايه الكلام ده؟ كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان، يبقى هو ايه علق الإجازة بإيه؟ الإجازة دي الموجود ولا المعدوم؟ بيقول أجزت لك إن شاء فلان، موجود. وبيقول ايه، الإجازة لموجود أو معدوم. موجود زي ايه؟ مثاله كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان، أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان. فبعض العلماء قال لك طيب ما هو بيضرب مثال لإيه؟ للموجود والمعدوم. طب هو ضرب مثال للموجود، طب فين المعدوم؟ فقالوا إن تقدير العبارة إيه؟ أو أجزت لمن سيولد إن شاء فلان. واضح؟ لا أن يقول أجزت لك إن شئت، وهذا في الأصح في جميع ذلك. يعني الأصح أن عدم اعتبار هذه الأنواع من الإجازات. وقد جوز الرواية بجميع ذلك، أي بأنواع الإجازات السابقة، سوى المجهول، ما عدا المجهول، ما لم يبين المراد منه، أي من هذا المجهول يعني، الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه، واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر ابن أبي داود وأبو عبد الله ابن مندة، زي ما ذكرنا في الكم سطر اللي فوق دول لما تكلمنا عن المعدوم. واستعمل المعلقة، يعني المعلقة بمشيئة الغير، اللي هو إيه، إنه لما قال إيه علقت بشرط مشيئة الغير، فبيقول إيه استعمل المعلقة أي بمشيئة الغير. يعني منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة،
يعني ابن أبي بكر ابن أبي خيثمة، أبو بكر ابن أبي خيثمة أجاز الإجازة المعلقة بمشيئة الغير. وروى بالإجازة العامة جمع كثير، الإجازة العامة اللي هي نقول أجازت جميع المسلمين أو أجازت أهل البلد الفلانية ونحو ذلك، دي الإجازة العامة. لا 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 لا، الإجازة العامة اللي هو يجيز جميع أهل البلد أو يجيز جميع المسلمين أو يجيز جميع من يعيشون في حياته، دي هي الإجازة العامة. وروى بالإجازة العامة جمع كثير، جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرته، يعني معنى كده إن الكثير جدا من العلماء اعتبروا الإجازة العامة هذه وأخذوا بها ورووا بها. مثلا وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي. هم شايفين يعني الأئمة زي ابن الصلاح وغيره قالوا كده يبقى العملية هتبقى غير منضبطة وهيبقى فيها توسع وتساهل، حتى إن يروي من لا يستحق ولا يجوز له أن يروي، ومش كل أهل البلد يصلحوا لأن يروا الأحاديث عن الشيخ الفلاني مثلا. فابن الصلاح بيقول وهذا توسع غير مرضي، يعني أنا مش راضي عن الكلام ده، يعني لأن الإجازة الخاصة المعينة اللي هي بدون قراءة شيء على المجيز، يعني أقول لفلان قد أجزتك بمروياتي وهو ما قراش علي حاجة أو سمع مني شيء، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، يعني حتى الإجازة المعينة دي القدماء كانوا بيختلفوا في صحتها اختلاف قوي جدا، وكثير منهم كان لا يقول بالعمل بها، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق. يعني الإجازة المعينة دي من غير السماع، من غير ما يسمع الطالب من شيخه، ومجرد بس انه يقول له أجزتك بمروياتي، فالحافظ بيقول هذا دون السماع بالاتفاق. وهذا حصل فيه خلاف كثير بين القدماء. لكن كلمة الحافظ فهي دون السماع بالاتفاق، لا، في بعض العلماء قال لك لا هي برضو مثلها زي السماع. فالإمام السخاوي في شرح الألفية بيذكر عن منصور بن محمد المروزي الفقيه يقول سألت أبا بكر بن خزيمة، الإمام بن خزيمة، سألته الإجازة لما بقي علي من تصانيفه، يعني هو قرا عليه جزء وسمعه منه وفي أجزاء لم يسمعها منه ولم يقرأها عليه، فمنصور بن محمد المروزي قال لابن خزيمة طب الباقي اللي أنا ما سمعتوش ده الذي لم أسمعه منك أجزني به، فأجازها لي.
وقال الإجازة والمناولة عندي سماع على الصحيح، يعني كأنها سماع، يعني كأنها مثل السماع. يبقى كلام الحافظ هنا إيه؟ بالاتفاق. لا، في ناس قالت لا، ده الإجازة والمناولة دي برضو بعض العلماء بيعدوها كالسماع، وهذا لا يكون إلا إذا وثق الشيخ بالطالب وكان متأكدا أنه من أهل العلم وطلبة العلم الحريصين على السماع والرواية. زي مثلا احنا قد نرى في بعض هذه الأيام في عصرنا هذا واحد يقرأ على شيخ القرآن مثلا، فيقرأ عليه 25 جزء، فيجي للخمسة اللي باقيين يقول له خلاص. بس طبعا هو ما يقولش كده إلا إذا كان متأكد إن الطالب ده طالب مجتهد وطالب حريص على طلب العلم، يقول له خلاص مش لازم الخمسة اللي باقيين دول، ويروح كاتب له الإجازة. ودي حصلت مع كثير من أعرفهم يعني. فكذلك الحافظ ابن خزيمة عمل كده مع محمد بن منصور المروزي، في كتب ما قراش عليه فأجازها لي وقال له أنا عندي الإجازة والمناولة كالسماع. يبقى قول الحافظ بالاتفاق ده إيه؟ فيه نظر. فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور؟ الاسترسال المذكور اللي هو إيه؟ التوسع بقى في إيه؟ زي الوصية والوجادة والمناولة والمعدوم، والوصية والوجادة والرواية للمعدوم وهكذا. الحافظ بيقول إذا كان هذا بين القدماء فيه خلاف، اللي هي الإجازة المعينة، فما بالك بقى اللي هي الإجازة اللي مش معينة ديت، يبقى وضعها إيه؟ فلا شك يعني أنها تكون أي أقل يعني اعتبارا. فيقول فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور فإنها تزداد ضعفا، تزداد ضعفا. ليه؟ لأن احنا قلنا أنها تكون في حكم المنقطع، الحديث المنقطع، إذا لم يقترن بها الإذن. لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا. في الجملة خير من إيراد الحديث معضل، وهو إن بتبقى بقى إيه؟ مفيش إجازة خالص واروي عن الشيخ. فكيف يكون هذا؟ يبقى إذن حتى وإن كان في هذه الأنواع من أنواع الرواية ضعف، إلا أنها أفضل مما يعني من عدم وجود شيء بالبت. لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله تعالى أعلم. طبعا الإجازة العامة الحافظ بيقول كثير من الحفاظ عملوا بها في أول الصفحة، وراوا بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب. لكن أيضا روي عن الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالك بطلان الرواية بالإجازة العامة. حتى إن ابن حزم قال هذه بدعة غير جائزة، يعني حرم الرواية بالإجازة العامة. وطبعا الحافظ بيقول إن إيه؟ إن استقر العمل بها أو على اعتبارها اللي هي الإجازة العامة عند المتأخرين لترغيبا في تحصيل الرواية وحفظا لسلسلة الإسناد، وإلا الناس مش هيبقى عندها رغبة في الرواية لو الإجازة العامة دي غير
معتبرة ولا قيمة لها، يبقى خلاص يبقى هيسعوا إليها. ما السبب في أن يسعوا إليها؟ لا شيء. فالمتأخرين قالوا إن الإجازة العامة معتبرة لحفظ الإسناد وترغيبا في الناس، ترغيبا للناس في الرواية. طيب نعم. ثم بعد سنتين او ثلاث سنوات كتب الشيخ مؤلفا جديدا، هل للطالب ان يرمي المؤلف الجديد؟ نعم. وان كان الكتاب لم يصنف بعد اثناء الاجازه. نعم يجوز هذا، لانه اجاز له جميع مروياته. وهو لا يفعل، الشيخ لا يفعل هذا الا كما قلت اذا وثق بالطالب. إذا وثق بالطالب فأجاز له أن يروي جميع مروياته، فحينئذ يجوز له أن يروي تلك المرويات السابقة واللاحقة. نعم واضح. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. طيب صيغ الأداء اللي تكلم عنها الحافظ دي ممكن نلخصها ونرتبها كده إيه بصورة مبسطة. فأعلاها السماع من الشيخ، يبقى إيه إن الشيخ يملي هذه الأحاديث على الطالب ويأمره بكتابتها، يملي عليه الشيخ يقول الأحاديث والطالب قاعد بإيه بيكتب. المرتبة اللي بعديها من غير إملاء، يعني الشيخ قاعد بيتكلم يحدث والطلبة قاعدين بيسمعوا ما بيكتبوش. إما لحفظهم زي مثلا الإمام البخاري وغيره، أو إنهم بعد ذلك سيأخذوا هذا من الشيخ في صورة كتاب ونحو ذلك. ثم المرتبة التي بعدها قراءة الراوي على الشيخ، الراوي بقى هو اللي يقرأ، يعني الراوي ماسك الكتاب وقعد بيقرأ الأحاديث والشيخ بيسمع، فإذا وجد منه خطأ صححه. المرتبة اللي بعدها السماع بقراءة الغير، يعني الطالب قاعد بيسمع طالب آخر مثله بيقرأ على الشيخ. نمرة خمسة، المناولة مع الإجازة، يناول الكتاب ويجيز له أن يرويه عنه. المناولة مع الإجازة. نمرة ستة، الإجازة من غير مناولة. ودي أنواع، إنه يجيز من غير مناولة، ودي أنواع. النوع الأول إجازة خاص في خاص، كأن أقول لشخص معين أجزت لك رواية كتاب معين زي البخاري مثلا، أقول لك أجزت لك رواية البخاري،
يبقى ايه؟ هذه إجازة خاص في خاص. النوع الثاني إجازة خاص في عام، أن أقول لشخص معين أجزت لك رواية جميع مسموعاتي ومروياتي. خاص في عام. وبعد كده نعكس بقى نقول إجازة عام في خاص. أقول أجزت لمن أدركني رواية البخاري. من أدركني ده إيه؟ عام. ورواية البخاري خاص، أنا خصصت له كتابا معينا. ثم بعد ذلك إجازة عام في عام، كان أقول أجزت لمن عاصرني رواية جميع مروياتي. يبقى لمن عاصرني ده عام اهو، وجميع مروياتي عام برضو. كل ده بيندرج تحت رقم كام؟ اللي هي رقم 6. طيب نمرة 7، المناولة من غير إجازة. نمرة 8، الإعلام. اللي احنا قلنا ايه؟ ان انا اقول لكم ان انا بروي الكتاب الفلاني بس، فقط اعلمتكم اني اروي الكتاب الفلاني ولم اذن لكم بروايتي، ده الإعلام. نفسك انت. طيب نمرة 9، الوصية، انه يوصي له بكتبه. نمرة 10، آخر حاجة، الوجادة. الوجادة إن هو يجد بخط شيخ معين جملة من الأحاديث. بعض العلماء زي الإمام إبراهيم الحربي والشيخ الأصبهاني والقاضي حسين والماوردي منعوا الإجازة بجميع أنواعها، قال لك مش اسمها إجازة أصلا. يا إما هو قاعد بيقرأ على الشيخ، أو الشيخ قاعد هو اللي بيقرأ، مش اسمها إجازة. لا يوجد ما يسمى بالإجازة. ده هؤلاء الأئمة، الشيخ والشيخ الأصبهاني والقاضي حسين والماوردي وغيرهم. زي ما قلنا ان الامام الشافعي روي عنه في احدى الروايتين، وروي عن مالك وابي حنيفه بطلان العمل بالاجازه العامه. لا يقول اجزت لجميع المسلمين او لمن ادركني في حياتي ونحو ذلك. حتى قلت ابن حزم بالغ وقال هذه بدعه غير جائزه. وهناك إجماع على منع الإجازة لمن يوجد مطلقا من غير تقييد. أقول مثلا أجزت لمن سيولد بعدي، أو أجزت لمن سيولد من المسلمين، ده في إجماع على عدم اعتبار تلك الإجازة. لكن اللي معتبر عند بعض العلماء أن يقول أجزت لمن سيولد لك، عين شخص معين. لكن إن عدم التعيين هكذا مطلقا، فهذا عليه إجماع بعدم جواز تلك الإجازة وبطلان العمل بها.
هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.